مساء الخير واهلا بحضرتكم معنا لقاء متجدد مع برنامجنا شؤون عربيه ومقاربه لاكثر من تطور يشهده اكثر من ملف عربي ننول بالمتابعه والتحليل من خلال لقاءاتنا ومتابعتنا مع حضراتكم. ده بالاضافه بالتاكيد الى وقفتنا الحواريه المطوله اللي ايضا سوف نقرا فيها المشهد الليبي على خلفية التطورات والمعطيات الأخيرة. ربما السؤال الأحرى أن نواجهه في هذه المرحلة الحرجة والمهمة التي تمر بها ليبيا، ماذا بعد دخول اتفاق سخيرات عمه الثالث، خاصة بعد يعني التصريحات الخاصة بخليفة حفتر حول يعني هذا الاتفاق وأنه انتهت صلاحيته، مسألة حسم الموقف الأخير أيضا منه إزاء الخطة الأممية. بالتأكيد ده بالإضافة إلى ربما بعض التوجسات بأن يكون هناك قفز من قبل الإخوان على السلطة من جديد في ليبيا، بالإضافة أيضا إلى المواقف الخارجية وكيف يمكن لكل هذه المعطيات أن تلقي ظلالها على مسألة خوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا المزمع انعقادها في منتصف عام 2018. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد حيكون بصحبتنا في وقفة حوارية مطولة في شؤون عربية اليوم الأستاذ فوزي الحداد الكاتب والباحث السياسي الليبي. نشرتنا المعتادة اللي بنستهل بها متابعتنا في شؤون عربية، أول المحطات مع تطورات الشأن الفلسطيني وما كشفته وزارة الخارجية الفلسطينية من أن السلطة الفلسطينية بصدد وضع خطط جديدة بشأن مدينة القدس. أكد وكيل الوزارة تيسير جرادات أن الفلسطينيين سيطالبون الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية بفلسطين عاصمة القدس الشرقية، وذلك حسب قرارات مجلس الأمن الدولي. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي خطة سلام تقترحها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على خلفية قرار ترامب الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واستبعاد لأي دور أمريكي كوسيط على الأقل في المستقبل القريب في كل ما يتعلق بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. ينضم إلينا المزيد من المتابعة السيد واصل أبو يوسف رئيس عضو منظمة التحرير الفلسطينية. يعني سيد واصل، يعني بعد التحية، يعني كيف تستشرفون المستقبل القريب للقضية الفلسطينية والحراك الذي ينبغي أن يتم اتخاذه في هذه المرحلة بعد تعاظم التحديات وبعد يعني التصعيد الأمريكي وفي ذات الوقت يعني التصعيد من الجانب الفلسطيني والمطلب الحثيث في هذه المرحلة عضوية كاملة في المنظمة الدولية لفلسطين؟ بالطبع نحن واثقين أن فلسطين ستنتصر، تبقى هي أم القضايا في المنطقة وفي العالم، ومدينة القدس لن تكون سوى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة. وبالتالي يعني كل ما قام به الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية في الإعلان عن عاصمة الاحتلال ورقم الصفارة وكل ذلك يعني لن يجي نفعا أمام هذه الإرادة للمجتمع الدولي جميعا التي تحافظ موقف الولايات المتحدة الأمريكية. شاهدنا كيف أن الموقف في مجلس الأمن كان معذورا، 14 دولة تصوت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية تمعن في إصرارها على الوقوف ضد إرادة المجتمع الدولي جميعا. وفي الجمعية العامة للمتحدة رأينا كيف أن فلسطين انتصرت وفدائية الشعب الفلسطيني وأهداف القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية وأيضا أحرار العالم عند الوقوف ضد الحق الفلسطيني. ندرك تماما مدى أهمية الدعم العربي والإسلامي وأيضا الدولي للقضية الفلسطينية، ونحن سنمضي قدما باتجاه الإقرار بدولة فلسطين قضية كاملة. سنمضي بالتأكيد على أهمية العودة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والإنسان، والأهم من كل ذلك هو المحكمة الجنائية الدولية. ما هي فرص إنجاح المساعي الفلسطينية الحثيثة بعضوية كاملة لفلسطين يعني وهذا المطلب تجاه الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضوء الدعم العربي والدولي المقدم للفلسطينيين في هذه المرحلة وبعد يعني إخفاق المسعى العربي والمصري الطرح المصري للأسف وحائط الصد يعني الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق؟ يعني أنا أعتقد الآن هناك بلورة كما جرى يعني عندما قامت مصر
مصدر القرار الى مجلس الامن الدولي باسم فلسطين والعرب والمسلمين والعديد من الذين يعني صاغوا هذا القرار. وكانت مصر بطبيعه الحال هي التي تقدمت الى مجلس الامن الدولي ونجحت في عمليه طرد 14 دوله من مجلس الامن الدولي تصوف الى جانب القضيه. وكان الجيش الامريكي هو الذي يجري ذلك في مجلس الامن الدولي. الان عندما نذهب الى مجلس الامن الدولي ندرك كلام الجيش الامريكي حول القضيه الفلسطينيه، لذلك نحن سندعو الى جلسه طارئه كما جرى للجمعيه العامه للامم المتحده للمتحدين من اجل السلام اجل التصويت على عضويه فلسطين كامله في الجمعيه العامه للامم المتحده. ونحن كما يعني شاهد العالم اجمع حول القضايا التي يتم التصويت عليها حول القضيه الفلسطينيه تحظى بشبه اجماع. صحيح ان التهديدات الولايات المتحده الامريكيه لاعضاء الجمعيه العامه للامم المتحده ومحاولاتها لسنهم على التصويت الى جانب فلسطين لم تنجح، لذلك كان ثلثي الحاضرين في الجمعيه العامه للامم المتحده يصوتوا الى جانب فلسطين. حق في مصير قبل ايام كان 190 دوله تصوت الى جانب حق في فلسطين. حول الثروات الطبيعيه 163 دوله بعد ذلك. وانا بعتقد انه يعني القضيه الفلسطينيه تبقى هي ام القضايا وتحظى دائما بإجماع دولي حول مسألة أهمية الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية أجل إنهاء الاحتلال وأجل تدمير الشعب الفلسطيني في الأرض. سيد واصل أبو يوسف عضو منظمة التحرير الفلسطينية، أشكرك جزيلا على هذه المتابعة. إلى تطورات الأزمة السورية، في ختام الجولة الثامنة من محادثات أستانا اقترحت الدول الراعية للمفاوضات عقد اجتماع بين الحكومة السورية والمعارضة في نهاية شهر يناير القادم في منتجع سوتشي الروسية. وأعلنت الدول الراعية للمباحثات روسيا تركيا وإيران أنه سيتم تنظيم جولة الحوار الوطني السوري في 29 و30 من يناير دون الكشف عن تشكيلة الوفود التي ستشارك في لقاء سوتشي، في الوقت الذي أكد فيه رئيس وفد الحكومة السورية للمفاوضات بشار الجعفري أن الوفد سيشارك في مؤتمر سوتشي المرتقب، مشيرا إلى أن الحكومة السورية ستبذل كل جهد للتحضير الجيد لهذا المؤتمر الذي سيؤسس لحوار بين السوريين حسب قوله. وإن كان يعني تبقى يعني دوما مسألة غير محسومة هي وضعية الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة القادمة في سوريا، التي طالما كان يعني هناك ثمت عدم اتفاق بشأن هذه القضايا الجدلية حول المستقبل القريب في سوريا، لكنه يعني بالتأكيد يعني التوافق المنشود هو الذي سيؤسس للحوار بين الأطياف السورية المختلفة. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الباحث السوري سيد ياسر المسالمة. يعني أستاذ ياسر، يعني كيف تستشرفون الأفق القريب في سوريا يعني بنظر إلى كثير من جولات المفاوضات التي للأسف لم تؤتي بجديد، وإلى أي مدى يمكن أن يكون هناك يعني تعويلات واقعية على ما سوف يسهجه منتجع سوتشي الروسي؟ بداية تحية لك سيدتي وتحية للسادة المشاهدين. ما لا نعول حقيقة على ما يجري حاليا، كانت أملنا الوحيد هو في مفاوضات جنيف ذات التغطية الدولية، لكن الروس أبوا أن تكون تغطية دولية وباتوا يلعبون في السياسة بالملفات المختلفة. أو بداية من مؤتمر أستانا حيث حرفوا مسار التفاوض إلى شقين سياسي وعسكري، والآن يحاولون القيام بمؤتمر سوتشي. مؤتمر سوتشي في الحقيقة هو إعلان قتل لجنيف لمؤتمر جنيف ولمفاوضات جنيف، كون مؤتمر سوتشي هو بغطاء روسي فقط ليس بغطاء دولي. نحن نريد ضمانات دولية. بالحقيقة الشعب السوري والمعارضة السورية لا تثق حاليا بروسيا كوصيف في الصراع السوري. ماذا عن المواقف التركية والإيرانية أيضا؟ يعني لأن بالتأكيد تقدر الإشارة لأن الدول الثلاث يعني روسيا وتركيا وإيران تتصدران مشهد الأزمة السورية في الأونة الأخيرة. في الحقيقة الإيرانيين يعملون لمصلحتهم الخاصة، هم يريدون إطالة مدى الحرب لأطول فترة ممكنة. هذه هي مصلحة إيران الموجودة حاليا في سوريا، ليس من مصلحة إيران أبدا أن تقوم بأي حلول سياسية. في المقابل الأتراك قاموا بالمتاجرة أو دعينا نسميها اللعب في السياسة في الملف السوري، حيث سلموا الملف السوري لروسيا في مقابل ضمانات روسية
بتسليم الأتراك الملف الكردي ومنع إقامة الدولة الكردية التي كانت يعني مزمع إقامتها في شمال سوريا. لذلك يعني أعتقد أن المواقف متقاربة بين الدول الثلاث، وهناك تفاهمات حصلت بين هذه الدول واتفاقات يعني نراها حاليا في على أرض الواقع في سوريا، سواء في السياق العسكري وفي السياق السياسي. لكن حتى هذه الاتفاقات المنشودة لا تمنع الخلافات في نقاط قد تكون يعني أزلية منذ بدء الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بالخلاف حول وضعية الرئيس السوري بشار الأسد والانقسامات المعهودة من قبل المعارضة أو غياب التوافق أيضا بين الحكومة والمعارضة على هذه الخلفية. يعني إلى أي مدى يعني يمكن أن يكون هناك واقع مختلف يكرس له سوتشي عما كانت عليه جولات الحوار في جنيف، والتي ترون بأن سوتشي هو يعني النزع الأخير لما خرج به جنيف في جولاته المختلفة على مدار الفترة الماضية؟ في الواقع سوتشي هو وئد للعملية السياسية في سوريا، وليس لا يمكن أن يقدم أي جديد. يعني روسيا تضع شروط مسبقة لأي أحد سيشارك في مؤتمر سوتشي بأن يوافق على بقاء بشار الأسد في السلطة. هذا الأمر لا يمكن للسوريين وللمعارضة السورية أن تقبله. يعني هذا الأمر ليس شرطا مسبقا للتفاوض. كلنا نذكر أن بيان جنيف بالنقاط الست والقرار الدولي 2254 أشار بصراحة إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي. يعني أصغر سوري يفهم عملية إنشاء هيئة حكم انتقالي معنى أن بشار الأسد لن يكون في المرحلة الانتقالية وما بعدها بكونه يديه ملوثان بالدم السوري. لذلك لا أعتقد أن مسار سوتشي سيحمل أي جديد في هذا الموضوع، بل سيكون فرض للإرادة الروسية في سوريا وتكريس للاحتلال الروسي الذي بدنا نراه اليوم بشكل واقعي، خصوصا بعد توقيع بشار الأسد للاتفاقية مع روسيا ببقاء القوات الروسية في سوريا ل 49 سنة وتسليمها بعض الأراضي السورية لتقيم عليها قواعد عسكرية في سوريا. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة السيد ياسر المسالمة الباحث السوري. إلى تطورات في اليمن، ويعني بتأكيد أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، تفشي وباء الكوليرا، وهي ليست بمنع أيضا عن الأوضاع المتداعية على الأرض. المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاسارفيتش أعلن في مؤتمر بجنيف أمس الجمعة أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ أواخر إبريل الماضي قد تجاوز 1,000,000 حالة، إضافة إلى ما يفوق 2,250 حالة وفاة مرتبطة بها، مشيرا إلى أن الوباء لم ينتهي بعد في اليمن. كما صرح جاسارفيتش أن اليمن شهد منذ أواخر أكتوبر الماضي انتشارا سريعا للدفتيريا في 18 محافظة يمنية مع 3,033 حالة تم تشخيصها سريريا معظمها في محافظتي إب والحديدة، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع منظمة الصحة في اليمن وشركاء على احتواء هذا المرض، ويبقى مطار صنعاء وميناء الحديدة مفتوحين لدعم عمليات تخزين الإمدادات والأدوية وتقديم المساعدات واللوازم الطبية اللازمة، وإن كان ذلك لا ينفي حسب تأكيدات الخبراء والمتخصصين والمتابعين أن النظام الصحي في اليمن على وشك الانهيار في ظل إغلاق أكثر من نصف المرافق الصحية والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. تتواصل الأزمة السياسية في ليبيا مع دخول السخيرات عامها الثالث، وربما أيضا تحديات أخرى مضافة تفرض نفسها بقوة على المشهد الليبي، نتناوله بالمتابعة والتحليل من خلال وقفة حوارية لنا في شؤون عربية، ولكن بعد هذا فاصل الإخباري تابعونا. ما زالت ليبيا عالقة في أزمة انتقالية قابلة للاستمرار في ظل الانقسامات العميقة بين طرفي النزاع. فبعد انقضاء فترة العامين التي وضعها اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في 17 من ديسمبر 2015 للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، جاءت تصريحات المشير خليفة حفتر بإعلانه نهاية الاتفاق السياسي وعدم اعترافه بأية قرارات تصدر عن الكيانات السياسية المنبثقة عنه، لتثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل عملية التسوية
السياسية في ليبيا ولتتسبب في ارتباك المشهد السياسي الليبي بشكل عام. وبالرغم من الانتهاء النظري والشكلي لصلاحية اتفاق الصخيرات، إلا أنه من الناحية الفعلية والواقعية ما زال هو الإطار الحاكم لعملية التسوية السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الدعم من دول الجوار الإقليمي وفي مقدمتها مصر والجزائر وتونس، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة ومواقف القوى الكبرى التي أكدت جميعها أن الاتفاق هو الآلية السياسية الثابتة والدائمة نحو إقرار الأمن والاستقرار في ليبيا. مجلس الأمن الدولي اعتبر أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد القابل للحياة لإنهاء الأزمة السياسية الليبية في انتظار انتخابات مقررة في 2018. كما أعلنت الجامعة العربية أن صلاحية اتفاق الصخيرات لم تنتهي بعد، مؤكدة دعمها المسار السياسي السلمي في ليبيا، بينما جددت مصر وتونس والجزائر دعمها للاتفاق السياسي الليبي. ودعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الأطراف الليبية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي الشقيق وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ خطة العمل من أجل ليبيا، والتي اقترحها الممثل الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وإنهاء المرحلة الانتقالية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. ويبقى التأكيد على أن ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو تكاتف أطياف القوى السياسية الليبية كافة ومكونات المجتمع القبلي الليبي من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي وحقن الدماء ومواجهة تحديات مرحلة بناء الوطن من جديد. القبول بالانتخابات كحل الأزمة، وربما في المقابل يعني ثمة استبعاد بأن يكون الحل العملي هو الانتخابات، على الأقل في ضوء هذا الانتشار للسلاح واستمرار الميليشيات في السيطرة على أجزاء متنوعة من الأراضي الليبية، وربما تخوفات أيضا تتكرس، وفي المقابل استبعاد أن يتكرر هذا السيناريو من جديد، أن يعود الإخوان من جديد ليقفزوا على السلطة في ليبيا. ربما تناقضات، هناك استشرافات للمستقبل القريب أيضا في ليبيا، وقراءة أكثر تعمقا لكثير من التحديات التي تشهدها الشقيقة الليبية في هذه المرحلة. معي ومعكم في هذا اللقاء الأستاذ فوزي الحداد، الكاتب والباحث السياسي الليبي. أهلا بحضرتك أستاذ فوزي. أهلا وسهلا بك. يعني في البداية لنتوقف قليلا مع تصريحات خليفة حفتر أو حفتر حول أن اتفاق الصخيرات أصبح عمره الآن 3 سنوات، ويعني تدني كبير في سقف التوقعات إزاء هذا الاتفاق. نعم، هو في الحقيقة احنا في ليبيا الآن مشكلاتنا سياسية وليست قانونية، لأننا لو نظرنا إلى الجانب القانوني في المشكل الليبي فسنراه معقد وفيه إشكاليات كبيرة جدا جدا، لأنه بكل بساطة الأجسام الموجودة الآن في ليبيا واللي تدعي الشرعية الآن واللي تحكم بشكل أو بآخر كلها انتهت مدتها القانونية وولاياتها الدستورية كلها، سواء مجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق سواء غيرها من الأجسام، الكل يعاني بمشكلة قانونية استنادا إلى المدة التي بقي فيها في المشهد السياسي الليبي. وانضم إلى هذه المشكلة القانونية أيضا اتفاق الصخيرات، فأصبح الكل سواسية الآن في هذا الجانب. الجميع يشتكي من مشكلة الشرعية الآن، والجميع يتنازع على هذه الشرعية ويدعي أن هذه الشرعية له وحده دون الآخرين، وبالتالي لا نزال في هذه الحلقة. الآن هناك طرح جديد ترعاه الأمم المتحدة، هو قديم جديد يعني، لكن هذه المرة أصبحت فيه خطوات جدية يعني بسبب حضور مبعوث أممي جديد يعني نشط المسألة وقدم خطة أممية جديدة مدتها عام
ارتأى أن تنتهي أو تنهي الأزمة الليبية بانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي هذا التنازع على الشرعية. ويبدو أن الأطراف كلها الآن يعني تقبل بالخيار الانتخابي كحل لمشكلة الشرعية، ويبدو أيضا أن هذا الحل هو حل منصف، العودة إلى الشعب مرة أخرى لحسم الخيار الشرعي، من الذي يحق له حكم البلد الآن بعد كل ما حصل في البلد وبعد كل هذه المشاكل اللي حصلت واللي نتجت كلها بسبب تنازع الشرعية. فالكل يدعي أن له الحق بفعل القانون، لكن هل ممكن تعقد الانتخابات بقدر ما هي فعلا حل ممكن يكون متوافق عليه من قبل الغالبية؟ لكن فعليا يعني هل يمكن لهذه الانتخابات أن تدشن ربما لمرحلة جديدة من إعادة البناء والإصلاح تشهدها ليبيا في ضوء استمرار كثير من القضايا المعلقة غير المحلولة وأبرزها فوضى السلاح؟ بالفعل يعني سؤالك في محله، ونحن يعني قبل أن تنجح هذه الانتخابات لابد من توفر بعض المعطيات المهمة وفي غاية الأهمية. على سبيل المثال لدينا المشكلة الدستورية، حتى الآن الدستور موجود وأنهت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الليبي عملها وتم إحالته لمجلس النواب. ينقص فقط أن يحيل مجلس النواب هذا المشروع الدستوري للشعب ليستفتي عليه بنعم أو لا. فلا نستطيع الذهاب للانتخابات دون وجود الدستور، لأن ليبيا حتى الآن ما فيهاش دستور، إنما أمورها ماشية بإعلان دستوري ظهر عام 2011 وهو إعلان مؤقت، كان يفترض أن يكون عندنا دستور منذ أكثر من عامين، ولكن تأخرت اللجنة صياغة الدستور في 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 هذا الاستحقاق طبعا، لأن عصفت بها حتى هي الخلافات بعد اللي حصل في البلد. وبالتالي لكن أخيرا تم إنجاز نسخة دستورية، والآن نحن بصدد تفعيلها أو يعني طرحها للاستفتاء العام. لكن من المسائل اللافتة هنواصل طبعا استعراض المشكلات مع حضرتك، لكن الحقيقة من الأشياء اللافتة أن اتفاق الصخيرات ظل لفترة طويلة ينظر إليه بوصفه المرجعية الأساسية وربما الوحيدة يعني للخروج من بليبيا من هذه الأجواء الخانقة، وها هو خليفة حفتر وربما كثيرون يتفقون معه بأن هذا الاتفاق قد انتهت صلاحيته بالفعل. أين البديل الذي يمكن أن يستند إليه أيضا كمرجعية يعني ننطلق من خلالها نحو أوضاع أفضل تشهدها ليبيا في القريب؟ نعم، بالنسبة للخيار السياسي المتاح الآن هو اتفاق الصخيرات، ليست هناك أي خيارات بديلة، لأنه ليست هناك أي مشروع سياسي عند أي طرف من الأطراف المتصارعة الآن في ليبيا، ما فيش حد منهم قدم مشروع سياسي مقبول يعني يكون بديل عن اتفاق الصخيرات حتى الآن. إضافة إلى أن هذا المشروع اللي هو مشروع الاتفاق السياسي مدعوم من المجتمع الدولي، مدعوم من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، مدعوم من الجامعة العربية، ومدعوم أكثر من دول الجوار الليبي، مصر وتونس والجزائر، اللي أكدوا على هذا الدعم أيضا في اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي في تونس. هذا طبعا الأمر جاء في ظل كما ذكرت لك عدم وجود أي مشروع سياسي لدى كل طرف من الأطراف الموجودة، دي مشكلة هذا شيء. الشيء الآخر عدم قدرة أي طرف من الأطراف السياسية الموجودة على حسم الصراع لمصلحته، لأن هناك توازن قوى في ليبيا، ما حدش يقدر يحسم المعركة لمصلحته عسكرية على الإطلاق. هناك توازن موجود في ليبيا يمنع أن تنتهي هذه المشكل بانتصار طرف على طرف، هذا أمر واضح. الأطراف نفسها تعي هذا الأمر وعارفة هذا الأمر، المجتمع الدولي أيضا يعلم هذا الأمر، وبالتالي الحل المتاح الآن هو حل سياسي. هذا الحل السياسي يعني ينبغي أن يأتي من ضمن إطار معين. الإطار اللي موجود الآن والمتاح الآن هو اتفاق الصخيرات رغم انقضاء مدته القانونية. طبعا الأمم المتحدة عالجت هذا الأمر القانوني، وطرح السيد غسان سلامة خطة لانتقالية في ليبيا مدتها عام. نعم. هذه الخطة اللي طرحها هو طرحها بتاريخ 22/9 الماضي في الأمم المتحدة، وقال أنها تبدأ تنتهي في عام كامل، يعني في 21 سبتمبر من عام 2018 تكون هذه الخطة منتهية. وحسب طموحات سلامة فإنها تنتهي بانتخابات عامة في شهر 6 أو 7 من عام 2018. لكن طبعا هناك مصاعب كثيرة أكيد قبل أن نصل إلى هذه المرحلة من الانتخابات. الأجواء غير مهيئة بعد،
لا تزال هناك. إيه الضمانات اللي ممكن تتوافر ولو بشكل نسبي حتى تبدد كثير من التخوفات من عدم قدرة الانتخابات على أن تشكل على الأقل حل مبدئي يعني أو انطلاق لكثير من الحلول بالنسبة لتحديات اللي تواجهها ليبيا في هذه المرحلة؟ نعم سليم، أيضا ممتاز جدا، هذا ما كنا نريد أن نتحدث عنه، وهذا هو مطلبنا الآن. نحن كناشطين وكمتابعين للسياسة الليبية نطالب الآن من أو نطلب ونتحدث دائما، حتى تكلمت مع البعثة الأممية عن هذا الأمر، إلى نطلب يعني ضمانات تضمن أولا نجاح الانتخابات، نزاهتها، ثم وهذا هو المهم جدا جدا، قبول الأطراف الموجودة الآن بنتائجها. وإلا عندما تنتج هذه الانتخابات يعني طرف أو جسم جديد سوف يرفض ربما الطرفين الموجودين الآن الاعتراف به، وتصبح عندنا ثلاث برلمانات بدلا من برلمانين الآن يتنزعان الشرعية. بالتالي الضمانات مهمة جدا، ينبغي بذل الجهد من الأمم المتحدة، من المجتمع الدولي، بالضغط على الأطراف الموجودة حاليا لقبول نتائج الانتخابات. يعني بدون تجاوز هذه النقطة لا يمكن طبعا أن تعقد الانتخابات في هذا الجو المشحون، في هذا الجو اللي لا زال تتبادل فيه الاتهامات. بالتأكيد. نعم وما زال في توترات بين الأطراف كافة، من ناحية الجيش والقائد العام ليه المشير خليفة حفتر، بالنسبة للطرف اسمح لي برضو أن تقل ظل مغيبا عن المشهد لفترة، وحاليا في تخوفات من أن يعود لتصدر المشهد الليبي من جديد ويعاود القفز على السلطة الإخوان، كيف تنظرون إلى ذلك؟ الإخوان طبعا كانوا طرف فاعل في المشهد الليبي، والآن الشعب الليبي عرف تماما ماهية هذا التنظيم الدولي الإرهابي، وعرفنا تماما يعني بسبب المشكلات اللي سببوها لنا. هؤلاء الناس يعني خدع فيهم الناس كما خدعوا هنا بهم في مصر بعد 2011، فازوا في أول انتخابات عملناها في ليبيا عام 2012 بعد الثورة مباشرة. نعم. عملنا انتخابات برلمانية، أول برلمان يعني كان عندهم في أغلبية إلى حد كبير، واستطاعوا أن يسيروا البلد في تلك الفترة. يعني الحكومة كانوا مستطرين عليها خيرات البلد ومقدراته في تلك الفترة، يعني وقعونا في كثير من المنزلقات والمشاكل، وقوانين أيضا مثل قانون العزل السياسي اللي عزلوا فيه كل خصومهم واستخدموه يعني كسيف مسلط على الجميع. بعد سنتين من هذا الأمر 2014 جرت انتخابات برلمانية أخرى في ليبيا. ماذا حدث؟ خسر الانتخابات الإخوان المسلمين، خسروها خسارة كبيرة جدا، يعني الناس لم تختارهم، عرفوا ما فيهم وما بهم، وبالتالي ماذا حصل؟ رفضوا تسليم السلطة للبرلمان الجديد اللي هم لا يسيطرون عليه، واستخدموا ميليشياتهم وما عندهم من أموال، وانقلبوا على الأمر واحتلوا العاصمة وحطوا فيها حكومة الإنقاذ الوطني، واللي ما زلنا حتى الآن نعاني في هذا الجرار. المستبعدين ان هذا السيناريو يتكرر من نعم جديد. نعم لن يتكرر مرة أخرى. على ما يعاولون يعني وبيستندوا لإيه في استبعادهم لأي دور مستقبلي مشابه أو مماثل لما كان عليه الإخوان؟ هو الشعب استبعدهم تماما أولا. ونظرة واقعية لخلفيات الشعب الليبي أو لطموحاته، تري وكل من يعرف الشعب الليبي يعرف ذلك، أن لا يمكن أن يكون لهم أي حضور في أي انتخابات قادمة. هم خسروا الانتخابات الأخيرة وسوف يخسرون أي انتخابات أخرى. إضافة لذلك يعني لم يعد لهم حضور مسلح على الأرض في ليبيا. كانت عندهم يعني منذ فترة بعض الميليشيات اللي تناصر الحكومة اللي نصبوها في طرابلس، لحكومة الإنقاذ الوطني اللي كان يرأسها خليفة الغوي، لكن هذه الحكومة بالميليشيات يعني انهزمت في طرابلس من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، خرجت من طرابلس واختفت، أصبحت على الأطراف حتى ذابت تماما، يعني قوتهم الضاربة انهزمت في العاصمة طرابلس، وكذلك في مدن أخرى ليس لهم الآن من وجود إلا حزبهم اللي هو حزب العدالة والبناء، حزب بياناتي فقط، وجوده على الأرض في مختلف المدن الليبية مهتز تماما، لأنهم لا يستطيعون حتى الآن أن يقيموا فرعا لهذا الحزب في أي مدينة ليبية، كرههم الناس وأصبح وصولهم للسلطة يعني مستحيلا في الوضع الراهن، لأنهم ببساطة كانوا يعني من أهم أركان المشاكل والأسباب، أسباب المشاكل اللي حصلت لنا في ليبيا. اسمح لي أعود لتساؤل آخر مطروح بقوة في إطار يعني التساؤلات اللي بنحاول طرحها من خلال هذا اللقاء.
يعني في أي سياق تقرأ تصريحات خليفة حفتر الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة ب يعني رؤيته لاتفاق سخيرات، يعني بأنه يعني انتفت صلاحيته؟ ينضم إلينا عبر الهاتف السيد صالح إفخيمة عضو البرلمان الليبي. مساء الخير سيد صالح، أهلا بك. أهلا وسهلا. كيف تنظرون إلى التصريحات الأخيرة لخليفة حفتر؟ صراحة يعني لا أدري ماذا تقصدين بالتصريحات الأخيرة، ولكن صفح يعني تحدث يعني التي قال يعني التي تحدث فيها عن اتفاق السخيرات، يعني ورأى يعني بأن هذا الاتفاق قد انتهت صلاحيته، وبالتأكيد يعني المسألة تتطلب أيضا نظرة للمواقف إذا الخطط الأممية وأشياء من هذا القبيل. نعم، هو طبعا إذا ما نظرنا نظرة قانونية لاتفاق السخيرات، هو طبعا يبدأ بعد حتى يقال أنه انتهى، وإذا ما نظرنا المادة 67 تحديدا التي تنص على أن الاتفاق يبدأ يعني بعد توقيعه واعتماده من طرفي الاتفاق، ألا وهو المؤتمر الوطني العام السابق ومجلس النواب الحالي. هذا من الناحية القانونية. أما من الناحية السياسية ففعلا اتفاق السخيرات مدته عامان، يجب أن ينتهي بعد هذه المدة، ولكن نعود لنقول أن من المقصود ب بانتهاء المده التي تحدث عنها السيد القائد؟ هو الفكره يعني ربما في معياران عند التعاطي مع هذا الاتفاق، معيار زمني ومعيار ايضا يعني كيفي حول ما الذي اسهم به هذا الاتفاق كمرجعيه لحل الازمه الليبيه حتى هذه اللحظه، كيف تقيمون الوضع؟ هو في الحقيقه يعني عندما ناخذ اتفاق معين بغض النظر عن اتفاق او غيره، يعني يجب أن نأخذ هذا الاتفاق بحذافيرة. التعامل بانتقائية مع نصوص أي اتفاق يعد تعامل يعني غير صحيح، وتعامل يخدم مصلحة طرف معين. فعندما نقول أن يعني التصريحات التي نسمعها من بعض الدول الداعمة لهذا الاتفاق رغم ما أتى به من ويل وثبور على الليبيين صراحة، وقولهم أن حتى في البيان الصادر عن الأمم المتحدة الذي يتحدث عن أنه غير معني بالتواريخ الموجودة في 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 اتفاق السخيرات، وهذا ما أسميه التعامل يعني بالاتفاقية. هل بالفعل انتخابات 2018 هي الأمل الوحيد؟ والله نحن نرجو أن تكون هي الأمل، نرجو أن تكون اتفاقات 2018 هي الأمل، لأن كل الليبيين يراها هي الضوء في آخر النهار، ويجب علينا أن نسعى إلى أن تكون هذه الانتخابات هي المخرج من هذه. لكن كيف يكتب لها استكمال المسار والبناء على يعني هذا الحراك البرلماني على ضوء انتشار السلاح واستمرار الميليشيات في السيطرة على كثير من الأراضي الليبية؟ لا، هو في الحقيقة يعني السلاح بدأ ينحصر، وإن كان هذا الانتصار غير ملموس بشكل كبير، ولكن بدأ ينحصر سواء كان في العاصمة الليبية في طرابلس أو في الشرق الليبي. ربما هنالك مشكلة في انتشار السلاح في الجنوب، ولكن يعني لا ننسى أن هذه الانتخابات 2012 وانتخابات 2014 تمت يعني والسلاح كان موجود وكان أكثر انتشارا. انتخابات 2014 يعني أقصي منها تيار سياسي بعينه، هو تيار السياسي الممثل في حزب الإخوة أو الممثل في جماعة الإخوة المسلمين في حزبهم العدالة والبناء، وهذا ما جعلهم ينقلبون بالمؤتمر العام بالمؤتمر الوطني العام. جزيل الشكر سيد صالح إفخيمة عضو البرلمان الليبي. يعني أخذ تعقيب من حضرتك أستاذ فوزي سريعا على ما تفضل فيه. هو كلام سيد النائب صالح إفخيمة سليم يعني، ويتوافق حتى مع ما قلته قبل قليل. يعني ذكرت لك أن جماعة الإخوان خسرت الانتخابات عام 2014، ولهذا انقلبت على السلطة وهي المتسبب الأكبر فيما يعانيه الشعب الليبي الآن، والشعب الليبي لم ينسى طبعا هذه الأعمال، وبالتأكيد سوف يحرص كل الحرص على عدم نجاح الإخوان المسلمين بأي شكل أو بأي صورة مرة أخرى في المشهد السياسي المقبل. هذه ناحية أكدتها وأكدها سيادة النائب وأكدها مرة أخرى، يعني الإخوان بكل تأكيد أنا أجزم ذلك ليس لهم مستقبل سياسي في ليبيا. هم فرضوا أنفسهم بقوة السلاح عام 2014، الآن السلاح تبخر من أيديهم وانحصرت نفوذهم
حتى بشكل كبير في كافة المناطق. يعني حضرتك بتتفق معاه أن انحصرت الأزمة دي بشكل نسبي، يعني أزمة السلاح؟ نعم. هل معها أيضا تبددت مخاوف دول الجوار من أن تخرج الأزمة الليبية خارج حدودها وتمتد إلى لا طبعا النطاق المحيط في النطاق العربي؟ تنتهي بعد، لأن الانقسام السياسي لا يزال موجود. هياكل الدولة الليبية لم توحد بعد، ينبغي أن تتوحد هذه الهياكل. ولهذا تسعى دول الجوار للملامة شتات المؤسسات الفاعلة في ليبيا، وأهمها طبعا مؤسسة الجيش. ولا ننسى الجهود التي تبذلها مصر من خلال اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، واللي حقيقة بذلت جهود كبيرة جدا في مسار توحيد الجيش. وانعقد هنا في القاهرة حوالي 4 اجتماعات، أخرها كان من حوالي 2 أو 3 أسابيع، وتمضي هذه الجهود بشكل طيب لتوحيد المؤسسة العسكرية في كامل ليبيا. هذا الأمر لو تم سيفتح الطريق بكل تأكيد، ليس فقط أمام إجراء الانتخابات بيسر وسهولة، وإنما أيضا لتبديد كثير من مخاوف دول الجوار على وجه الخصوص من الأزمة الليبية، اللي طبعا تستغل كثير من الجماعات الإرهابية شساعة الصحراء الليبية بالذات، والحدود الهائلة بينها وبين دول الجوار. نحن في مصر يفصلنا عنها أكثر من 1000 كيلومتر مربع، يعني معظمها صحراء وصحراء صعبة التضاريس يعني، وبالتالي يعني تحتاج إلى جهود كبيرة جدا للسيطرة عليها. حتى حدودنا الجنوبية يعني مفتوحة وكبيرة جدا، حوالي 2000 كيلومتر من الصحراء الشاسعة ما بين تجمعنا بالسودان وبالتشاد وبالنيجر، وهي بوابة كبيرة جدا جدا مفتوحة على كل شيء، لكل شيء، الهجرة غير القانونية، المخدرات، الإرهاب. نحتاج إلى جهود كبيرة جدا، أولها طبعا استقرار سياسي في ليبيا، توحد مؤسسات البلد، حكومة واحدة، مؤسسة عسكرية واحدة، برلمان واحد، حتى تستطيع العالم التفاهم مع هذه المؤسسات. رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي بعدين يتوحد، وهذا طبعا شرط المجتمع الدولي الوحيد يعني لرفع حظر السلاح ولمد الجيش الليبي بالإمكانيات للسيطرة على هذه الحدود الكبيرة. وبالتالي سيتم هناك تعاون مع دول الجوار بكل تأكيد لمحاولة تبديد أو الخلاص حتى من هذه الهموم اللي قضت مضاجع ليس فقط الليبيين وإنما أيضا دول الجوار. طبعا المشوار يعني ليس بسيطا ولا هو سهلا، خطوات كبيرة جدا مطلوبة الحقيقة لحل الأزمة الليبية، لأن مكان ليبيا صعب جدا. ليبيا الآن تحولت إلى بوابة رئيسية ليس فقط للهجرة غير القانونية. نحن عندنا في ليبيا الآن أكثر من 500,000 مهاجر غير شرعي في ليبيا، كلهم ينتظرون القفز للبحر والذهاب إلى أوروبا. أوروبا عندها مشكلة في هذا الجانب تأكيد. بكل تأكيد الإرهابيين أيضا، تنظيم القاعدة وتنظيم داعش اللي جرى هزيمته في بنغازي من الجيش الليبي، وجرى هزيمته في سرت وإخراجه منها، والنبرة الغربية تزداد تشددا يعني. نعم، انتقل الآن إلى الصحراء الشاسعة وعنده خلايا نائمة في كل في أماكن كثيرة من الصحراء، يعني يحتاج إلى قوة كبيرة وإلى أجهزة وإلى إمكانيات لمتابعة عناصره في هذه الأماكن الصعبة. كل هذا طبعا يحتاج إلى عمل مضني وطويل وكبير، لكن لا يمكن أن ينجح هذا العمل بدون إنهاء المشكل السياسي في ليبيا، ولهذا يركز العالم على إنهاء هذا المشكل. لكن أيضا النظر إلى الانتخابات بوصفها هي يعني النقطة التي تكفل إنهاء هذه الأزمة بسلام، يعني بقدر ما هي متوافق عليها، بقدر ما هي موضوعة في خارطة الأمم المتحدة بأن تعقد الانتخابات في منتصف 2018، لكن يبقى أيضا تحفظات إزاء جدوى هذه الانتخابات فعليا على الأرض بالنظر إلى الواقع الليبي الحالي. أخذ من حضرتك تعقيب أخير. أخيرا أقول أن هذه الانتخابات وأهم ميزة فيها لو حصلت سوف تحسم صراع الشرعية اللي موجود حاليا. عندنا 3 حكومات في ليبيا، عندنا برلمانين، وهؤلاء كلهم يتنزعون الشرعية. الانتخابات سوف تفرض لنا جسما واحدا سوف يعترف به العالم كله ويعترف به الشعب الليبي، وسوف يفرز حكومة واحدة، بما يعني أن تتوحد هياكل الدولة الليبية. هذا أهم منجز تحققه الانتخابات. صحيح. بعد ذلك تبقى مشاكل شكلية أعتقد أنها يمكن حلها بيسر إذا ما توحدت بالفعل الهياكل المؤسسية للدولة الليبية. يعني نأمل في القريب أن يكون هناك نقاط تحول إيجابية حقيقية يعني يشهدها الشأن الليبي. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فوزي حداد الكاتب والباحث السياسي الليبي، شرفتني يا فندم. شكرا. تسلمي. شكرا لك. ختم حلقتنا مع حضراتكم، لقاء يتجدد بالتأكيد الأسبوع القادم في نفس المواعيد بإذن الله. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الله.